اسمي إبراهيم، أعيش في هذا المنزل المتهالك. في كل يوم أستيقظ صباحا وقلبي يتلهف شوقا لأجد حصتي من الطعام. أخي يبقى حارسا في المنزل، وأنا أذهب لأجلب الطعام لي ولأخي. الطعام يبعد عن منزلي 5 كيلو. ولأن المسافة طويلة أمشي مبكرا. أصبح الجوع رفيقنا الدائم، لا يفارقنا أينما ذهبنا. أمشي مسافات طويلة، أمشي بين الغابات وأصعد الجبال الوعرة حتى أصل إلى موقع الطعام. أحيانا يغلبني التعب فأقف على قارعة الطريق، تمر الدراجات والسيارات، ولكن لا أحد يقف لي. أحاول أن أكون مسرعا قدر الإمكان لأصل إلى موقع الطعام. أحيانا ييسر الله لي من في قلوبهم رحمة فيحملوني على هذه الدراجات الهوائية لبعض المسافة. أقف متأملا، لماذا هذه الحياة التعيسة؟ ومتى سيأتي الفرج من الله؟ ولكننا مع ذلك محتسبون وصابرون. كثير من الأيام يهطل علي المطر الغزير وأنا في طريقي إلى الطعام، فأقف لأستظل تحت أي شجرة حتى يقف المطر، ثم أواصل طريقي إلى الطعام. أحيانا أصل إلى موقع الطعام ولكن قد اكتمل العدد في الموقع الأول، ثم أعود أدراجي خائبا وحزينا، ولكن ينقذني أحد الإخوة ويجلب لي صحنا من الطعام. أقسم الطعام لي ولأخي. الرجاء على صعيدي، إلهي إن رددت يدي إلى من سواك ألوذ يا رب الوجود، فهب لي من لدنك هدى وفضلا، وهيئ لي من الأمر الرشيد إلهي صحبة الأخيار أرجو، على الدنيا ورفقة كل جيد، على الدنيا ورفقة كل جيد. إلهي ما رفعت يدي إلا إليك، فأنت أقرب من وريدي، وأنت الله علام الخفايا، وما في النفس من وقع شديد، وما في النفس من وقع شديد.